بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ النواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا صديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سمو ورعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولأستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة. ضمنها سمو خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.